سيداتي أنساتي وسادتي المشموم تيست بغيت نجربو لو بيتي كوبان لو بيتي كوبين بغيتي تاكد انك عندك الشكوك دخلك الشك شي حاجه سميتها ماشي عليك كوتار وي مومو بونجور شخبارك لاباس عليك صافا الحمد لله يبو كلشي بخير كلشي بخير الحمد لله مرحبا كوتار بغيتي تجربي عبد الكريم اكزاكتومون جو سوي كونتونت بعدا دو فوز اتخابي هاد النهار شحال هادي وانا كنأسي تهنا اوني كونتون دو فوز اترابي ميرسي بوكو دابا واش عبد الكريم اون فوا لاترابي ايوا اون استور بيان دونك كيل ايتا اون فوا لاترابي ايوا ما نعرف اسكو اون فوا لاترابي اي با دوفوار سو راترابي ولا اون فوا لاترابي كلين نقي نعيطو لعبد الكريم نجربو على قبل ما نشوفو تيست هادي عام وشهرين انت معايا ياك اكزاكتومون عام وشهرين كتحبيه بزاف توب الله يكمل بالخير امين امولي علاش بغيت تجربيه كوثر بغيت نجربو حيت صافي دابا شي 20 جوغ حسيت بواحد لو شونجمون هو تيقول لي الخدمه لو ستريس ديال الخدمه وهذا الوغ كو افون كان ستريسي بلوس كو سا وكان كيسول بالنهار في الليل ديما زعما انتريسي وسورتو كان كيهضر لي زعما على لو سيريو الزواج و ايتو سا كاين ان بروبليم انا ديفورسي عندي وليد هو سيليباتير ابارامون هضر مع الوالده ان بروبليم وي نو سي با ان بروبليم مي انا قلتها قلتها عفويه قلتي بروبليم انا عندي لا سي با ان بروبليم بالنسبه لي هو ماشي حيت هادشي اللي بان لي انا في التالي حيت الا بارلي ا سامير وابارامون دات له ان بلوكاج وقال لي زعما نزيد نصبر شويه عطيني مهله عطيني مهله ولكن بان لي ان شونجمون بحال الا ركول وما بغاش يبين لي انا هادشي باش حسيت والله اعلم هو ما عنده وليدات لا ما عندوش وليدات جامي ماري هو واخا واخا ملي كنهضر معاه تيقول لي ما كاين حتى حاجه غير الخدمه ما عمره ما قال لي زعما شي حاجه هكا ولا غير الخدمه 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 الوغ كو ما النهار الاول انتم تلاقيتوا على اساس الزواج معقول اكزاكتومون وبصراحه كان تابعني شحال ما كنتش كنجاوبو مي في التالي عاد بدينا كنهضروا وهذا دونك عاد بدينا لا غولاسيون واخا شنو اخر عاوتاني مدخلك الشك ما بقاش كيسول كيما الاول واخا يعيط مثلا الا ما عيطتيش ما عيطش لا هو كان كيسول ولكن ديغنييرمون حيت ما بقاش كيسول انا عيطت ملي كنعيط ديما راني اون ريونيون تو رابيل كاين شي ما كيعاودش يصوني واخا هو في خبارو ولا انه كاين واحد السيد اللي جا بغى يتزوج بك خبارو الا ما نساش وانتي ما قبلتيش لا ما عجبنيش ما ارتحيتش معاه اما عجبكش هو لا هذا دوزيام ماشي عبد الكريم المعلوم اللي جا خطوك ما عجبكش اللي جا خطبنا ما داز لو كورون يعني يكون عجبك لا كون عجبني وداز لو كورون اصلا ما عطيتوش صراحه الوقت باش نشوف واش زعما لو كورون واش غيدوز ابخي ولا لا كنت غادي نديسكوتي مع عبد الكريم ونشوف لا رياكسيون ديالو سي لي تي سيريو صافي هوني بيان سينو ما غاديش انا عاوتاني نبقى لو طون كيدوز وانا كنفهمتي درتي لي الشونطاج يعني ميم سي جو لام ولكن جو سي رياليست ماشي يعني كنفكر بعقلي ماشي عاوتاني سونتيمونتال 100% قلتي لعبد الكريم قلتي لي شوف دابا واش كاين ميدار ولا ما كاين ميدار حيت صراحه الاخر بغى يدير لا الاخر صافي مشى الاخر مشى الاخر مشى صافي ونصب الامور عيطوا لعبد الكريم كوثر ثلاث شروط مهمه جدا في المشموم تيست المشموم تيست هو التيست تقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف يقدر يعزك انت ما يعزكش انت الا ما عزكش انت يا غير بلاتي احسن ولا بد خص تصدري معاه في الاخر كوثر اوكي واخا مرحبا نعيطوا وي مرحبا انت خرجت لك اوكي مع واخا سمعتي اوخي اوخي اوكي مع واخا مخلطه كتخرج كتولي اوخي وما تسمع غير اوخي اوخي كما انا باي باي زين وشال هما نانانانا نعيطوا لحد لك السلام عليكم الو السلام عليكم وي السلام عليكم اش اخبارك سيدي لاباس عليك الله يبارك فيك الله يحفظك الحمد لله نقدم لك راسي مع كريمه من شركه ورود المغرب حنا واحد الشركه اللهم بارك مرحبا حنا شركه مختصين في الورود ودرنا سيدي اليوم واحد القرعه باش نعرفوا اكثر بالمنتوج ديالنا ومبروك عليك سيدي اليوم راك ربحتي معنا ان بوكي دو فلوغ يمكن لك تهديه للصديقه الحبيبه ديالك او الزوجه فقط عطيني السميه ديالها نمره التليفون شي كلمه زوينه في حقها وحنا اللي كنتكلفوا بارسال حتى لعندها اللهم بارك واش هذا شيء اذاعي ولا شنو لا لا انا ما الو لا ماشي داعي ايوا حيت هذا البرنامج كنسمعوه في الراديو معلوم المشموم تيست كدير عبد الكريم
الله يبارك فيك. معك بومو، معك بومو، واش اخبارك؟ بخير؟ لا لا اخويا لاباس عليك. الحمد لله، بارك الله فيك، انت بخير؟ الله يبارك فيك. اللهم بارك. اللهم بارك. لا سيدي. عبد الكريم راك معنا في المشموم تيست، كان واحد السيده معايا طالنا، الا عطاتني مغو التليفون ديالك باش نجربوك بالمشموم تيست. شكون هي؟ كيفاش؟ واحد السيده معايا طالنا باش نعيطوا لك نتايا باش تجربها، تجربك. شكون هي؟ امي، يا امي فقط الوليد. الله يخليها لك، الله يعطيها الصحه والعمر. الام ديالك متاكده من الحب ديالها ليك. شوف اخويا عافاك، انت شوف انا راني دابا عيطت لك واحد القصيده خدمه ياك، دابا راني مغير مع واحد الاجتماع، راه هربت للكولوار باش نجاوبك. مزيان، تقدر تعاود تعيط ليا؟ لا ما نقدرش نعاود عيط لك دابا بالزربه. قول لي شكون معايا على قلبك باش باش يجربك. شكون؟ داكور داكور اخويا، يلاه تحياتي تحياتي. معلم 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 شتي ديما الخدمه. وار وار وار. دابا شنو نفهموا دابا من هاد لاغياكسيون؟ انا ما هو سبحان الله العظيم ما كانش مزير، ما كانش مزير حتى شكون اللي ما يترقوا باش عاد تزير. عاد تزير ودار لي واحد القطعه ديال ريسبونسابل. واخا سيدي، واخا واخا، تخبي ميرسي بوكو، تخبي تخبي. انا قلت لي لا تخبي، واخا اوكي، الله يبارك لك، شكرا. ما سمعتش كاع شنو قلتي لي التالي. زعما 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 انا جافي لانتونسيون باش انه غيقول مي، وحق الله العظيم ما عرفتش. دونك يا كيلكو شوز كي كلوز. هو قال الام ديالو الله يخليها ليه، الله يخليها. والام ديالو راه كاملين كنحبوه، الامهات ديالنا معلوم. غير دابا فاش قلت لي دونك كوا قلت لها، قلت لها فاش قلت لي السيده معيطه شكون هي، ما عرفش. لم يعرف ابدا. انت شنو فهمتي انت؟ صراحة فهمت عنده بزاف، وخاف لا يختار شي وحدة ويوقع في مشكل. اللي فهمت بغيتي الناس يهضروا معاك. سولوا سولوا المستمعين والمستمعات، ما رايكم في هذا؟ اها مرحبا، ما رايكم في هذا؟ عيطوا 05 30 300 300، قبل الكوثر من دابا شويه تهضروا معاها. 05 30 300 300، غندير لكم بحال عبد الكريم دابا شويه. 05 30 300 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 وي ديجا كنت كنعرفو ابخي 4 سنين كنت كنشوفو هكا وكيشوفني، مي دابا شهرين باش بدينا انا وياه، هما اللي بدينا وانا شاكه ماشي هو هذاك. علاش ما حيتاش؟ ما كيهضرش معايا بالمره نهائيا، قليل. ودي علاقه هادي. وي جيسي، مي علاقه هادي كنهضرو، مي بالنسبه لي انا سي با سيفيدون، يعني بحكم الخدمه ديالو هو ديما مشغول تقريبا سيغتو في النهار كامل. بغيت نتيستي نشوف بلان كي داير. كاين شي بلانينغ ديال الزواج؟ يس اولموست يس اولموست يس يس اولموست يس اوكي. اي ثينك اي ويش ذات هي ثينكس تو ذا سيم از يو، اي ويش تو از سول از بوسيبل، اي ويش ذات تو. ان شاء الله ان شاء الله. اورايت Alright, yes. So we will call Hisham to make the mushroom test. Okay. We need to have to clear. Don't worry, don't worry. Don't be scared. Okay. There is three conditions in the mushroom test. Okay. The first one, that it can be positive or negative. He will choose you or not. Yes. Second one, be calm, don't be nervous now and after. And the third condition is that you should talk to him at the end. Yes, of the test. Yes, of course, I'm gonna talk to him. Right? Yeah. Right, I accept. And now I know that I can go and do a radio show in the United States of America. Yes, yes. And you should do that. Yeah, I will. I will, yeah, I will. God bless Shallah, you. I will. Let's make the call. Okay. Right here, right now, on Hit Radio, number one station in Morocco. Yeah, that's go right. Ahead. You are listening go to Momo ahead. Morning Show. Nari. When Nari. دابا تقتيني دابا في هذا السيستم غادي فيه. نعيطو. Hello. Hello, assalamu alaikum.
السلام. نقدم لك راسي معك كريمة من شركة ورود المغرب، ومبروك عليك اليوم سيدي، راك ربحتي معنا ان بوكي دو فلوغ اللي يمكن لك تهديه للصديقة الحبيبة ديالك او الزوجة، وحنا اللي كنتكلفوا بالارسال حتى لعندها. ولكن انا ما خاطر ما نتزوج ما والو. انت يا سيلي باتر. سيلي باتر. ما عندك حتى شي وحدة في حياتك. لا ماكي. لا. هشام 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 شكون راك يا هشام؟ معك مومو. كلشي بخير. عرفتيني؟ سي مومو بخير. هشام راك معنا في الماتش ممتاز، شكون اللي ما يتعلق لك باش يجربك؟ مزيان لاباس عليك. الحمد لله وانت بخير. الله يحفظك بارك الله فيك. شكون اللي ما يتعلق لك باش يجربك؟ شكون اللي ما يتعلق؟ الله يحفظك يا سي مومو. صح لاباس؟ الحمد لله. بارك الله فيك اخويا، شكون اللي ما يتعلق لك باش يجربك؟ ها؟ الحمد لله انت بخير لاباس عليك كلشي بخير. شكون اللي ما يتعلق لك باش يجربك؟ هشام. ما عرفتش واش عليك، ما عرفتش بالضبط. ما عرفتيش واخا ندوز عليك. هضري معاه. الو الو سيدي باتر. الو عرفتيني؟ لا لا ما لاباس والو، بخير مزيان. لا ما كاينش راسك عرفتي كون قلت السميه. لا ما كاينش عرفتك، عرفتك من دابا قول السميه ديالي. برافو والله. لا اش كنت متوقع انك بحال هكا؟ سي با غراف. هشام وي انت لاباس كلشي بخير؟ واش مزيان اسمو لحظه بارك الله فيك. شكرا بزاف هشام، خير الله يعاونك. شكرا. طرف راسك اخويا. بسلامة اخويا. شكرا. سيداتي انساتي وسادتي، الماش ممتاز. عندكم شكوك في العلاقه ديالكم؟ شميتو شي حاجه ماشي هذيك؟ نعيطو نجربو في الماش ممتاز. عيطونا نتوما 05 30 300 ونجربوا في الماش ممتاز. الى مش اخبارك؟ صافا الحمد لله مومو. الحمد لله. بغيتي تجربي السعد في الماش ممتاز؟ هادي عام وصلتي معاه. انتما راكم ما ساكنينش في نفس المدينه؟ لا هو في الطاط وانا في مراكش. يعني كتلقاو في بنغرير؟ لا كيجي عندي لمراكش. كتاكلوا الشوا كفته؟ كتحضروا الكفته تماك وكتشويوها؟ علاش بغيتي تجربيها الهام؟ صراحة ما بقاتش الثقة بيناتنا، حيت هو غير في الثلاث شهور الاخرى تبدل عليا بزاف وما بقاش مهتم، ولا كنصيفط لي ميساج في واتساب ما كيجاوبنيش، هو اونلاين فاتح ما كيهضرش معايا. وقع مشكل في الاونة الاخيرة انه هو جات عنده الاكس ديالو وكانت حاملة. واو. وقفاش عقل ديال المشكل، ما عجبنيش الحال وتخاصمت معاه وداز مده من ورا داكشي، وقال لي راه مشات بحالها ورجعنا صرحنا لعند الشيطان وقلت ماشي مشكل. انا باغاه الصراحه، باغاه هو، ما بغاتش حتى حاجه اخرى من غيره، وخا كان عندي عروض ديال الزواج وحده اخرى، ولكن صراحه انا بغيت هو. غادي نعيطو نجربوها الهام، نعيطو للسعد. ثلاث شروط مهمه جدا في المشمون تيست هو التيست قدر يكون بوزيتيف نيجاتيف، قول عزك انت ما عزكش انت، الا ما عزكش انت غير بلاتي احسن. وثالثا خصك لابد تهضري معاه في الاخر وتقولي علاش بغيتي ديري مشمون تيست. واخا الهام صافي واخا نعيطو قولي لي. علا. الو الو السلام عليكم. السلام. اش اخبارك سيدي لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله. نقدم لك راسي، معك كريمه من شركه ورود المغرب، ومبروك عليك اليوم سيدي، راك ربحتي معنا بوكيت فلو يمكن لك تهديه للصديقه الحبيبه ديالك او الزوجه، فقط عطيني السميه ديالها، المدينه، رقم التليفون، شي كلمه زوينه في حقها، وحنا اللي كنتكلفوا بالارسال حتى لعندها. صحه وراحه. لمن تهديها سيدي؟ زينب. واخا سيدي. شنو تكتب ليها؟ اي حاجه زوينه. داكوغ واخا. شنو كيجيك زينب اسيدي؟ مرادي. داكوغ. الله يكمل بخير اسي، الله يكمل بخير اسي سعد، الله يكمل بخير. سعد شخبارك؟ كلشي بخير؟ مرحبا. معاك مومو عرفتيني؟ نعم. كاين واحد السيده هي اللي عطاتها النيمورو التليفون ديالك باش نعيطو عليك، وماشي ماشي المدام، ماشي المدام اللي عيطات، ندوزك اللي عيطات. هضري معاها. الو. الو وي. مبروك عليك الزواج. الله يبارك فيك. بعدين بعدا. اما كاين عوض دابا، كاين شروط السلامة الصحية، كاين كورونا. ياك. عرفتي هاد السيدة سعد؟ لا ما عرفتهاش. واخا. هادي إلهام. إلهام؟ إلهام مراكش. هاني بخير. كلشي مزيان. كلشي مزيان. دابا السيدة هادي عندك علاقة معاها؟ سعد. واه. وزين شكون هي؟
هي النيت. هي النيت. واه لا ماشي هي النيت، هي النيت ما عندهمش من السميه. مومو قال لك الا بنت المعنى لا في ضف التكرار واخا يعني انت واخا واخا يعني انت عندك علاقه مع بنات بجوج، مع هذه في مراكش والاخرى في بالقصير ياك؟ لا انا مشكل، انا ما عرفتش شكون اللي كيهضر معايا فهمتي. وتقلبت فهمتي هذا الشيء علاش شويه ستريس. واه ستريسيتي. واخا الا بغيتي تقول شي حاجه اخرى سعد. شكرا بزاف مومو. لا مرحبا سعد، شكرا لك اخويا، تشرفت تبارك عليك.